خلينا بقى نروح للجنة ذوي الهمم بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، أقامت معرض فني لإبراز المواهب الفنية واليدوية لأولادنا من ذوي الهمم وتشجيعهم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خليني أقول لك يا كريمة، كنت موجودة اليوم ده. الحقيقة لجنة ذوي الهمم عاملة شغل الحقيقة يعني محترم جدا، وجايبين متخصصين عشان يساعدوا الولاد إن هم يقيموا المعرض ده والورش دي، وكمان جابوا لهم فرقة. أنا كنت موجودة في المقر يومها وكنا بنعمل تقرير. الحقيقه كانت حاجه محترمه قوي، وجهد مبذول الحقيقه من اللجنه يعني علشان يساعدوا الاولاد دول كان حاجه جميله جدا. اولاد كانوا فرحانين جدا، وتحديدا عايزين نقول ان يمكن اللجنه العليا اللي جان مؤخرا يعني مجهودها كبير جدا وملحوظ جدا. طبعا ما يعديش اسبوع غير لما نلاقي اكتر من ايفنت او حدث او حدثين في الاسبوع، برئاسه طبعا المهندس وليد مبروك. طبعا عاملين شغل كبير قوي. ده احنا هنا في 10 صحف في الاهلي نكاد نكون فرهدنا من نقلنا للاحداث والفعاليات اللي كل يوم والتاني. ما فيش اسبوع تقريبا يا مريم ما بيبقاش فيه على الاقل ايفنت واحد متعلق بلجنه ما من لجنه من التابعين للجنه العليا. حوالي 7 لجان يعني بيقوموا بشغل الحقيقه وجهد كبير جدا. خلونا نتابع يعني التقرير ده وايه اللي حصل اليوم ده كمان في لجنه ذوي الهمم والحفله اللي اقاموها طبعا لاولادنا. هو طبعا احنا عملنا ورش للتأهيل المهني والعلاج بالفن للولاد. هو الهدف مش المخرج ان هي يقدم، الهدف ان احنا بنحقق اهداف فرعيه قبلها. يعني الاطفال مثلا عشان يعملوا ورشه لضم خرز المفروض ان هو بيتدرب على مهارات قبلها، مهارات حركيه صغرى، مهارات انتباه، مهارات تركيز، عشان يوصل ان هو يخرج منتج. يبقى احنا كده حققنا اهداف، هدف اهداف مهريه، اهداف اجتماعيه كمان، انه الطفل من خلال ان هو بيتعامل مع اشخاص ثانيين، اشخاص مختلفين عن البيئه المحيطه بتاعته. احنا من السنه اللي فاتت يعني من نهايه 2022 واحنا ابتدينا سلسله كده من الورش. الورش دي اتعملت على مستوى الثلاث فروع، الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وكان الهدف منها العلاج بالفن، مش انه علاج من حاجه محدده، لان احنا عندنا اعاقات مختلفه، بس كانت بتركز على يعني زي ما تقولي احنا بنطلع النيجاتيف انرجي ونخلي في حاله كده من البوزيتيفيتي. بصي انا بدات مع لجنه ذوي الهمم وقلت باذن الله هطلع منهم يعني مواهب ومهارات كتير، فبدات بجلسات تخاطب وتنميه مهارات كتير قوي، ومنها بقى عملت ورش، زي عملت حوالي 4 ورش فيهم خرز ويعملوا خرز وبتاع، ويعني مهارات حركيه كمان، وعارفه عملت كذا حاجه كده خلت عندهم ثقه بنفسهم جدا، وان هم ليهم دور فعال في المكان، وان ليهم اهميه. يعني دي كانت اهم حاجه. النهارده المفروض ان احنا بنحتفل بالاعمال الفنيه اللي الاولاد عملوها في معرض فني لذوي الهمم. الولاد على مدار كذا شهر فاتوا بنشتغل معاهم كل اسبوع ورش علاج بالفن وورشه تنميه مهارات، بنحاول نشتغل على المهارات الحسيه والحركيه عندهم، ننمي قدرتهم الابداعيه. يعني بنسيبهم ينطلقوا في الورش دي، بنعلمهم بس حاجات وهم بينطلقوا. صراحه الولاد فاجئونا وانتجوا حاجات حلوه قوي. حبينا ان احنا لا نوري الناس انتاجهم ونوري ان هم يقدروا، لان احنا دايما بنركز على اولادنا من ذوي الهمم على اللي هم يقدروا يعملوه. بصوا انا جات لي دعوه كده من الاستاذ احمد ان انا اجي اشارك في الايفنت الجميل ده، وطبعا ما بتاخرش على اي حاجه في الاطفال عموما ذو الهمم، او انا مسميهم ذو القدرات الفائقه، تمام، ودول لهم معزه خاصه عندي. انا اسمي مصطفى ملك السعاده وشركه ملك السعاده لحفلات الاطفال. اول ما قال لي يلا فقلت له يلا، انا كنت حتى بتحايل عليه، قلت له اظبط ايفنت ان احنا نيجي فيه ان شاء الله باذن الله واقدر اساعده بالنهارده. طبعا بدانا فقرات ولسه هنكمل فقراتنا الجميله ان شاء الله. رسمت كده لوحات كده على ايدين وحاجات كده يعني حلوه، يعني اللي ساعدني ربنا سبحانه وتعالى، حاجه والله تشرف وحاجه جميله بصراحه، مية حلوه قوي. انا رسمت الكف وانا مبسوطه بعملي ومبسوطه بالحفله دي، جميله جدا وحاجه تشرف.